انضم معنا عبر سكايب فراس الجهني. حياك الله يا فراس، انت الله ما يحييك شاء يا الله رب. قناتك في اليوتيوب فوق 3 مليون، ويشوف بعض مقاطعك فوق 500 مليون. علمني شلون عشان اتعلم. والله هي شوفي، هي سالفة بسيطة مرة، هي استمرارية، ويكون واحد شاد حيله ويستمتع في الشغلة. فهذا شيء أنا أحبه، صناعة محتوى من صغري أحب أصور، أحب أنتج محتوى ترفيهي يضحك وزي كذا. طب فالواحد لما يستمر في هذا الشيء مدة مرة طويلة خلاص ينبسط، والناس يحبون الوضع. ايوه، وهذا سؤالي، إيه تحس انه فعلا لها محبين كثير بهذا العدد، او في شيء ثاني قاعد تقدمه اللي يشد هذه الاعداد الكبيره؟ هو طبعا شوفي، هي في عده اسباب صراحه. حلو، تفضل في منها قول. الالعاب اللي نلعبها الناس، غالبا كلنا نحب نلعب من صغرنا، يعني كنا انا واخواني نتضارب على ماريو كنا ايه نلعب. جميل. فمن زمان الناس يحبوا الالعاب، فمجال الالعاب صناعه المحتوى فيه مره رهيب، لانه يجمع كل الناس مقطع واحد يقدروا يتفرجونه وكذا، وتجرب العاب وترفيه وتغيير الجو. فبرضو ونفس الشيء شخصيه نفس الشخص، وبرضو تعرفين الامور هذه كلها يعني واضح، أنت ما شاء عرفت الله كيف؟ روحك جميلة واضحة عليك، لكن كان عندك حبيبي. أكثر من قناة وتم إغلاق بعضها، ليش؟ هذه سالفة قديمة، لأنه اليوتيوب زمان كان فيه مشاكل مرة كثير، فكان فيه تغييرات أصلاً، كل سنة يتغير، وكل مرة تتغير السيستم حقه، فكان تصير فيه مشاكل كثير كثير. فأنا صار قناتي القديمة صار لها مشكلة، واضطرت أنها تتسكر، وبعدين صارت عندي قناة ثانية، بعدين صارت لي نفس المشكلة، اضطريت اني انقل لقناتي اللي بديتها في 2012 اللي هي موجوده اليوم حاليا، اللي هي فراس جيمر اللي نزل فيها. جميل جدا. طب اشوف تركيزك على ماينكرافت، ليش؟ ايه وش السر؟ لعبه ماينكرافت لعبه كريتيف مره تخلي الواحد يعني يشتغل اكثر، عرفت كيف؟ يسوي مباني، يسوي اشياء، لانه ما تخلص اللعبه، يمديك تسوي فيها مباني، يمديك تلعب اونلاين، يمديك تسوي كل شيء. فهذه اللعبه انا تعجبني الكريتيف، لانه انا احب الاشياء الكريتيف مره، فدائما نلعبها نغير فيها جو، المتابعين يحبونها برضو، وكل شويه يجيك ناس جدد في اللعبه يخشونها، لانه اللعبه لحد طيب، الان كثير ناس إلى جانب شخصيتك المرحة وروحك الحلوة، على أي أساس تختار محتوى قناتك؟ فيها نوعين، فيها على اساس المتابعين، وبعض الاحيان على اختياراتي انا، بس انا احب الاميل للمتابعين، لانه المتابعين في النهايه هم اللي بيتفرجوا المحتوى، هم اللي بينبسطوا، انا بنبسط، عرفت كيف؟ بنزل اشياء انا احبها، برضو لازم اسعد المتابع نفس الشيء، عرفت كيف؟ لانه في النهايه المتابع هو اللي بيقعد يتابعك ويطالعك وزي كذا، ولازم يعني تقدم. طيب جميل جدا. باختصار شديد قبل ما أختم معك، بعد 5 سنين وين تشوف نفسك؟ والله شوفي، اذا اليوتيوب باقي بكون موجود، اذا مو باقي ان شاء الله هنقول وقتها ان شاء الله، والامور طيبه. وحاب اقول تحيه للمتابعين الفراسيون، احسن ناس، اشتاق لهم. اوكي، يعطيك بس لازم ألف هذا ضروري. عافية. يعطيك ألف الله عافية عليك، فراس، حبيبي شكرا لك، شكرا على المشاركة.